جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة. 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 اللي يحبني يحبني واللي مع السلامة. فبالتالي إذا تنظيف الميك أب في ماء الورد لازم نضيف الحمضيات والفواكه لغذانا، ودائما ما يكون عندنا نقص فيتامين بي 12. أكثر الناس عندها هذه المشكلة، نقص بفيتامين بي 12، وبتقول لك انا من ايش كلفت، من ايش صبغت بشرتي، من ايش بتختلف عن وجهي، وجهي بيختلف عن جسمي، ايدي بيختلفوا عن جسمي، ضربات بتطلع نمش على الايدين، كلف على الخدود على الرقبة وما بتخلي، وحكي لها خل، بتقول لك بحرق وجهي. شو اللي بحرق وجهك؟ اذا كان الخل خل التفاح الطبيعي فوائده بتسوى كل الادوية وكل الكريمات، خل التفاح حتى لفروة الرأس، لقشرة الرأس، وأيضا بدخل بالزيوت لفروة الرأس، وضاف إلى الزيت استخدامه هو وعصير الليمون، مش فقط الزيوت لوحديها، بنستفيد لجمال جمال الجسم بشكل عام من الخل، وين ما في تصبغ، وين ما في لون أسود أو بني، فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. نبتعد عن أشعة الشمس قدر المستطاع، نحاول اللحوم فيها بي 12، اللحوم الحمراء وخاصة الكبد، يلي ما بتستطيع تشتري أدوية، ما هو الكبد غالي برضه كمان أغلى من الأدوية، فبالتالي إذا نستفيد بعون الله سبحانه وتعالى ندخل بالجد، نمش وكلف وتصبغات على البشرة على الإيدين على الجسم، وصفات منزلية بعون الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا فرحناك وخلصت من الكلف والله إنه إحنا بنفرح، والله أنا بكون مبسوط وسعيد إذا أنت بتخلص من الكلف. لا بدنا جلسات ولا بدنا غيره، بدنا إياك ببيتك، عارفين إنه فقيرة الحال وما معك، كل يوم لدكتورة وكل يوم ليزر وكل يوم ما أشبه، نكون سعيدين بإذن الله سبحانه وتعالى. ذكرت الخل والبصل شيء خرافي، بس بدك صبر وما تشدي على بشرتك، مسح خفيف، مسح خفيف كل يوم، بعدين روحي شطفي البشرة أو بلي فوطة في ماء الورد وامسحي. هذه من المجربات، أول شيء دائما أنا بعطيها بوصفاتي والنساء بتستفيد عليها حسب الكلف، ذكرنا الكلف سطحي وعميق، لكن يعتبر الليمون منتج طبيعي، مؤاسف مفتح طبيعي للون البشرة، بغذيها بخلصنا من دهون البشرة، مفيد جدا للمسامات، فيه من الفيتامينات اللي بتساعد على وهج وإنارة البشرة وتنظيف البشرة، وأيضا قابض للبشرة ومقلصة للمسام والدهون الموجودة على البشرة، فهو بيعمل على إزالة الخلايا الميتة والتعبانة والتالفة، فكيف بدنا نستفيد منه؟ إذا أخذنا عصير ليمونة ومررناها دلكنا بالليمون وقشرة الليمون، لو لابد دقيقة واحدة، وأترك المسام يتشرب عصير الليمون وزيوت الليمون اللي موجودة بالقشرة، فبالتالي راح تستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. بعديها غسل وجهك بالمية، المية الفاترة طبعا، إذا كنا بالصيف المية العادية الموجودة، فبالتالي
بتستفيد بشرتك بإذن الله سبحانه وتعالى، خصوصا اللي بيستفيدوا منها أصحاب البشرة الدهنية. ولو كررناها يومين إيش وراكي؟ شوفوا هالفائدة، شيء بين إيدينا والكل بيعرف عصير الليمون، وإحنا بنضيفه لللبن وبنضيفه كقناع للبشرة مع العسل ومع ماء الورد. ماسك البصل ذكرته قبل قليل، لو أخذنا علاج فعال للكلف، أنا بذكر شيء والله يفاد الناس وبتحكوا بصل، أنا بحكي لكم روح كل بصل بتصل، روح كل بصل وانسى الحصل، ما بالكم باستخدامه خارجيا، حتى للثعلبة، حتى للصدفية، حتى للبهاق، حتى لأمراض الجلدية، حتى لحب الشباب، حتى شوي البصل وأخذ ناخذ طبقة منه على الدمامل، يوضع وتلف بنلف عليها شاش أو لاصق. هذول أجدادنا كيف كانوا يتخلصوا من عيوب البشرة ومشاكل البشرة. الماء الموجود بالبصل أكثر من مرة بنستخدمه، كان عصير مثل ما حكينا قبل قليل عصرناه، أو بعصارة الرمان بتطلع ميته، أو قطعناه حطيناه بالخلاط وأضفنا إله الخل. وأيضا لو أخذنا هذا الماء وضفنا إله ملعقة إلى ملعقتين من العسل وفردناه على البشرة وعملنا مساج دائري على الكلف والتصبغات، يا سلام شو بفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. بصل ماءه مع خل التفاح، بشرط أنه يكون خل التفاح طبيعي. إذا ماسك دقيق الشوفان، الشوفان بنطحنه ناعم موجود وين مكان في أي سوبر ماركت. الشوفان له خصائص جدا مفيدة للتخلص من البقع والكلف والتصبغات، ومفيد جدا لخلايا البشرة الميتة التعبانة اللي صار فيها شيخوخة، وبمنحنا نضارة. يا سلام، ماسك الدقيق، دقيق الشوفان، علاج الكلف. أيضا ما ننسى العدس، نطحنه، أو العدس المجروش الأحمر نطحنه ناعم، أيضا مع الحليب أو مع العسل، ونعمل بهذا الشكل تدليك ونتركه 10 دقائق ونروح نغسل بشرتنا وروح يشوفي يوم عن يوم. غير أخذت النظارة بنفس الوقت، نظارة البشرة وشيخوخة البشرة إذا كنت كبيرة وعندك تجاعيد شوفي الإنارة من هذه الوصفات. أيضا الرز مع الحليب تدليك على المنطقة، قناع، فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا زيت الزيتون، ماسك زيت الزيتون جدا مفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. ندفيه ساخن فاتر وندلك فيه، فبالتالي بيلعب دور كبير بإزالة الخلايا الميتة وبجدد البشرة. زيت الزيتون له خصائص جدا مفيدة، لكن بعد هذا كله لازم نغسل وجهنا بالصابون، مش ننام الصبح بس نحط المية على الوجه ونطلع بالشمس وكل آثار الزيوت على بشرتنا. لا، ما بدنا نخلي بشرتنا زيتية، بنحافظ على رطوبتها، بنغذيها بكل محتوى هذه الوصفات اللي أنا ذكرتها، فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. والله هذا القليل، أنا دائما بوصف أيضا للكلف جوزة الطيب مع زيت الزيتون، نطحنها ونغليها أو نعجنها بالعسل ونفردها يوميا، شيء خرافي. أنا بوصف بذور الفجل، الفجل الحبة الحمراء بدناش إياها، هي فوائدها عظيمة، لكن بذور الفجل تباع عند العطارين، ندقها ناعم أو نطحنها مع زيت الزيتون مع العسل مع ماء الورد، وفركي دائري على الكلف على التصبغات. ناهيكم عن فوائد الصبار، الفوائد العظيمة للكلف، ناهيكم عن الكركم مع العسل، نفرده ماسك على البشرة، شيء خرافي. والله اللي بدها ترجع حلوة بترجع، بدل ما بشرتك ناشفة وتعبانة، والله يومي 5 دقائق لربع ساعة اهتمام في بشرتك. والاهتمام في بشرتك انت يلي جالس وتروح الساعة 4 ولا 3 وبس ماسك الريموت لنص الليل، تعب وتجاعيد
وشيخوخة ما بتوصل للأربعين بفكروك ستين. فبالتالي بنستفيد من هذه الوصفات. أيضا العسل مع القرفة شيء خرافي، وإلي حلقة كاملة عن العسل والقرفة ماسك للبشرة وكيف بفيد البشرة. أما للجمال والتبييض، النشا مع ماء الورد مع زيت الزيتون مع عصارة الليمون مع الحليب البودرة، كلهم بنخلطهم لما يتجانسوا. أنت مثل ما بدك حط المقادير، وحتى بإمكانك تعمليها لأسبوع، تضعيها في عبوة وتضعيها بالثلاجة وتاخذي منها كل يوم قدر ملعقة، وين ما بدك، أكواح تحت الأبط للعروس، للي بدها تتزوج، للي عندها أسوداد، فبالتالي هذه بتعمل على التفتيح. لكن نصيحة لوجه الله عز وجل، نصيحة لوجه الله، ولا ست تجلس بالبيت وبتحب الجمال وبتحب إنه بشرتها تكون بتجنن ورومانسية، لازم يكون عندها ماء الورد الطبيعي. نصيحة لوجه الله. والله حتى للصدر، أنا زوجتي بتكبر وبنتي بتكبر وأمي كبرت، ماء الورد شيء خرافي للصدر، تدليك دائري قبل النوم، ما بتكيش حمام بعدي، للمناطق الحساسة والله ما بين الأصابع والأظافر، والله للبشرة على إيدي وأمسح، ماء ورد ما حدا صح له ماء ورد ورخيص، حتى بعد الميك أب على إيدي وبمسح فيه، حتى بقطنة حتى بفوطة تباع بالصيدلية شاش. ماء الورد شيء عجيب للمناطق الحساسة، شيء عجيب للرجال، للمناطق الحساسة ما في حياة بالعلم. عمري ما شفت واحد بيطلب فيه، والله بيطلب بحكي لك أنا عندي أسوداد وأنا عندي رائحة وأنا عندي ماء الورد، صابونة البابونج استخدامها. لكن نصيحة، نختار نوع الشامبو اللي بنغسل فيه شعرنا ووجهنا، خلي وجهنا بده صابون، صابونة البابونج، صابونة الكركم، صابونة العسل شيء خرافي للبشرة إذا كان فيها فيتامينات. فأسأل الله سبحانه وتعالى، والله هذا القليل اللي أنا قدمته عن الكلاف والنمش، ناهيكم عن الحمص اطحنوه في البيت مع اللبن وفردي ماسك مع العسل، الخبز لب الخبز اللي بيزيد عندك مع اللبن، مع الحليب اغلي حليب وذوبيه فيه وهرسي ومديه على بشرتك. العدس جدا دوره فعال في التخلص من أضرار البشرة، تصبغات البشرة، الكلف للبشرة، كل هذا موجود بين إيديكم. ما بدنا نحكي عصير البرتقال، ما بدنا نحكي على شوف الثلاجة عندكم منها الزبدة اللي إحنا بنشتريها من مصانع الألبان من السوبر ماركت، بعدين هم بيشتروها من مصانع الألبان، الزبدة قطعة منها على بشرتنا على تجاعيدنا جنب الأنف والفم وجانب العيون، ولا شيء بضل عندك، انت بترطبي بتغذي، بتعرفوا الزبده بناكلها حتى نستفيد من خصائصها، ما بالك اذا بحطها على ايدي وبحطها على اسفل رجلي وبحطها على كواعي اللي ناشفين مثل المبرد، وبتعرفي انه راح تستفيدي. فبالتالي بنستفيد. وانا ذكرت حلقه خاصه وكامله عن فوائد الفازلين ايضا، شو بيعمل للتشققات ما بين الأصابع للأظافر، عدم تكسير الأظافر، للأكزيما مع الكركم، للأكزيما مع الترمس المطحون. فأسأل الله سبحانه وتعالى تكون اليوم استفدتوا من خبير الأعشاب حسن خليفة. سلام الله عليكم وروحه ورحمته وبركاته. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليفة. We'll be right back.
جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة.